مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، ونحن نستشرف عاما جديدا نتمناه عاما للفرح والسعادة والأمنيات الجديدة. كل عام وأنتم بخير، ونحن نحتفي والبلاد أجمع بالعيد 67 لاستقلال السودان. أهلا بكم في هذه الحلقة الأولى في العام الجديد من ظلال الأصيل، والتي نتمناها أن تأتي متميزة بتميز هذا التاريخ. أهلا بكم، ونحن نودع عاما مضى بكل ما حمل من أحزان وبأفراح، ونتمنى للعام الجديد أن يأتي خفيفا على القلوب، وأن نغني مع المغنيين هسل قلب موجوع شان عامنا كل جراح، صور الأحبة قبيل ساكنان ليل وصباح. يا ربي هذا العام مليان هنا وأفراح، لنشوف شقى وآلام لا حزن لا أطراح. بهذه الأمنيات نفتتح هذه الحلقة، وأرحب بضيوفي داخل الأستوديو، الموسيقار محمد حامد جوار. حبابك عشرة. حبابكم ألف، وتحية طيبة جدا للأمة السودانية بأعياد الاستقلال، وتحية خاصة جدا لمشاهدي قناة الشروق. إن شاء الله ربنا يجعله عام سعيد وكله أفراح إن شاء الله. مرحب بك حبابك عشرة. يمتد الترحاب بالفنان الشاب نزار بورسودان ورئيس منظمة بسمات لمرضى أطفال السرطان. حبابك مرحب بك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لقناة الشروق على كل الجمال اللي بيتقدم من خلال الشاشة، واتمنى أن يكون خفيفي الظل على كل المشاهدين ونقدم ما يفيد يعني. شكرا جزيلا. مرحب بك. إذن بهذه الملامح نفتتح حلقة اليوم، ونحن نمتلئ بالأمل وبالمحبة ظلال الأصيل. أهلا ومرحبا بكل المشاهدين الأحباب. بغير عليه جمال غزير من الزهر فتح حوله، بغير عليه.
بس يا جميل حاسي مقوعة، بس يا جميل حاسي مقوعة، لأني كثير عليك بغير، لأني كثير عليك بغير. بس يا جميل حاسي مقوعة، بس يا جميل حاسي مقوعة، لأني كثير عليك بغير، لأني كثير عليك بغير. طول عمري جديد ظلال الأصيل، مساحات ممتدة بيننا وبينكم، ونعود من جديد بالترحاب بضيوفي الموسيقار محمد حامد جوار والفنان نزار برسودان. نزار، افتتحنا هذا اللقاء ببغير عليك رائعة الكاشف، اختيارك لهذه الأغنية، هل لتأثر بالكاشف، إعجابك بالأغنية؟ من محاسن الصدف أنه يعني يتخلقنا في الدنيا دي بوجود يعني كل الثقافة الجميلة دي أو السمع الراغي ده في وقته بيرجع للوالد، باعتبار أنه من الرواد في الحقيبة، في تصنيف الأغاني ومرحلتها من عصر بعيد لحد الحداثة يعني. فكان تأثير الوالد له خط واضح في مسيرتي الفنية، وجميع أغاني الكاشف وأغاني الرواد ما زالت بتخلد فينا يعني ذكريات جميلة له الصحة والعافية يعني. له الصحة والعافية. نزار بورسودان، ارتبطت بمدينة بورسودان في الاسم، خلينا نبدأ بسؤال، كيف حال أهلنا في بورسودان بعد الفيضانات الأخيرة؟ والله يا أخي بورسودان يعني مدينة لا يخطيها أي عين يعني تخطيها، فجمال مدينة بورسودان في جمال إنسان البسيط، ممكن تصغل يعني كثير جدا من الثقافات داخل الإنسان الممكن يأصل بها لحاجات وموروثات وعادات موجودة داخل البلد. بورسودان الآن تستغيث بعد الأحداث الأخيرة دي ذاتها يعني واحدة من المفروض الحاجات اللي نتكلم عنها، بأنه نحن مفروض نتضافر الآن حاليا في أنه نقدر نقف مع إنسان بورسودان فيما يصيبه الآن يعني. جميل. أستاذ أحمد حامد جوار، في هكذا مواقف إنسانية، ما هو دور المبدع؟ تحية مرة ثانية لمشاهدي قناة الشروق. وحقيقة يعني المبدعين في السودان على في تاريخ الأغنية السودانية هم دائما كانوا موجودين في كل المواقف، ويكفي إنه الاستقلال وما قدموه بالإضافة لكثير جدا من المبادرات اللي كانت بشكل شخصي أو كانت بشكل جماعي، والتاريخ بيحكي عن ذلك يعني. على المستوى الحاضر يعني الفنانين في كل المواقف كانوا موجودين، وتكفي الآن مبادرة باسم مبادرة هو السودان اللي كانت قدمت مبادرات في سبيل إيقاف الحرب، ومبادرة بعنوان كفاية حرب، وفي نفس الوقت المضررين في السيول والأمطار. وبرضو يعني أضيف أو أذكر مبادرة بتاعة أخونا ياسر، يعني هي دي مبادرات قاموا بها فنانين، وزي ما ذكرت إنه طول تاريخهم كانوا بيقوموا بمبادرات.
على مستوى ولاية البحر الأحمر، أنا أفكر إنه هي طبعا واحدة من أهم الولايات باعتبارها ثغر السودان، ونحن نقول لهم إن شاء الله يعني ما تشوفوا شر، وأكيد الليلة دي المبدعين هم واقفين كلهم يعني وقفة رجل واحد مع ولاية البحر الأحمر على أساس إنه تستعيد العافية بتاعتها وتستعيد الصحة بتاعتها أسوة بكل السودان إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد حامد، في ظل الأزمة السياسية الراهنة والمشهد السياسي الحاصل، شفنا عدد من المبادرات، مبادرات مجتمعية، مبادرات إنسانية، ليه غابت مبادرة المبدعين؟ الناس كلهم بيعينوا للفنانين والمثقفين والمبدعين. والله أقول لك يا أخ، هو بكله يعني أسف الفنانين مبادراتهم حاضرة، لكن الإعلام هو الغائب يعني. لأنه زي ما ذكرت لك إنه كان في مبادرة بتاعت هوا السودان اللي هي بتتكلم عن وقف الحرب وكده، ممكن قرابة 3 أو 4 سنوات بالإضافة لمبادرات أخرى، والفنانين حاضرين في كل المواقف، لكن بكل أسف إنه الإعلام كان غائب، وخاصة إنه الإعلام في فترة من الفترات عنده لايك وديسلايك، ودي كانت إشكالية كبيرة جدا يعني خاصة الناس اللي عندهم الهم الوطني والهم المجتمعي والهم الإنساني ما كانوا موجودين صراحة. ليه؟ لأنهم ديل في الصف بتاع ديسلايك، أما الصف بتاع لايك ديل كانوا حاضرين في كل المواقف، لكن ما في مواقف وطنية. أنا في الحتة دي ما بقوم بفصل، ما يعني ما دار أفرق بين الناس، لكن بكل أسف أنا بتكلم عن الإعلام اللي كان مسلط الضوء على فئات معينة هي اللي تتكلم عن الفن وتتكلم عن 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 عن, 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 عن يعني ما يعني الشيء اللي بيحس انه هون يفترض انه يأدوه بغض النظر عن الطرف. طيب أستاذ حامد، هل بتعتقد انه كان في هناك تهميش متعمد لهذا الإبداع والفنون؟ بالضبط، هو كان تهميش متعمد، لأنه الليلة دي الوضع الحاصل والوضع الراهن هو بيحكي عن ما كان، لأنه الليلة دي بتحس إنه المجتمع المستوى الفني انحدر خالص، وفئة معينة هي المتحركة، وهي الفئة معينة هي الموجودة في الإعلام، وفئة معينة هي اللي بوثق ليها بغض النظر عن آخرين مبدعين بحق وحقيقي وموجودين في وجدان الناس، والأجهزة مقفولة في أبوابهم. جميل. أو أبوابها مقفولة اتجاههم يعني. جميل. نحن حنجي راجعين نواصل في محورنا ده، خلينا ننتقل لنزار بورسودان. وفي الفترة الأخيرة اتجهت للعمل الإنساني بحكم رئاستك لمنظمة بسمات، ليه اتجهت للعمل الإنساني ووقفت العمل الإبداعي؟ هو طبعا البديهي أنه أي فنان مفروض يكون حامل رسالة يعني. رسالتك نحو المجتمع لابد أن تتبلور في شكل أفكار حقيقية يكون يعني اتجاهها وهدفها المواطن نفسه اللي أنت جزء منه لا ينفصل. فكانت الفكرة في منظمة بسمات لرعاية الأطفال مرضى السرطان، تخصصنا بس في الشريحة بتاعت الأطفال مرضى السرطان، وحاولنا في الـ 12 سنة الفاتت كنا بعيدين جدا من مواصلة المجال الفني أو المشروع الفني، لكن قدرنا نخلق يعني بنية تحتية سليمة في إنه نقدر كيف نخرج بطفل السرطان لبر الأمن. والمعروف إنه المرض يعني باهظ في تكاليفه وطويل في رحلة علاجه، ومحتاج تضافر كل جهات أو المجتمع بكل تفاصيله يعني. الفكرة كانت من داخل فرقة الخرطوم جنوب، بعد ذاك ادعمغت وأصبحت منظمة طوعية بتحمل هم الطفل بكل تفاصيله. الشريك الرئيسي فوقه هو المبدع السوداني والموسيقي السوداني، بنحاول من خلال المنظمة إنه نوصل رسالتنا تجاه المجتمع عبر الأطفال مرضى السرطان. طيب هل وجدت أي دعم من الزملاء الفنانين من أبناء جيلك لمنظمة بسمة؟ والله يعني للتاريخ إنه أول جمعية عمومية للمنظمة دي كانت داخل فرقة الخرطوم جنوب، وباشتراك كل الشباب اللي عندهم علاقة بدار الخرطوم جنوب أو عضويته، بداية من أخونا الفنان عمر إحساس، جمال فرفور، عاصم البنا، نادر خضر الله يرحمه، أسرار بابكير، إيمان توفيق، دي كل الناس اللي كانوا داعمين للفكرة من بدايتها وتأسيسها، وما زالوا لحد الآن ما زالوا يواصلوا في دعمهم حتى على المدى البعيد يعني. فاستغل الفرصة وأشكر عبلك أخوي وصاحبي الفنان جمال فرفور لوقفته ما زالت من 12 سنة حتى الآن يدعم طفل السرطان، وكأنه الأمر شخصي يعني، فله كل الأمنيات بدوام التوفيق أكثر وأكثر يعني.
استاذ احمد حامد بوضعيه كوضعيه نزار بورسودان، لاي مدى يمكن ان تخدم قيمته الفنيه ووضعه كفنان في استقطاب الدعم الاجتماعي لشريحه مهمه ولمنظمه خيريه زي المنظمه بتاعه اطفال السرطان؟ والله التحيه للاخ نزار، وانا كنت متابع يعني متابع المشروع بتاعه، حقيقه مشروع كبير ومشروع انساني. وأكيد يعني الثقل بتاعه الفني كفنان وكمبدع وعنده معجبينه، أكيد الناس بتتفاعل معه. وأنا بفتكر إنه هو ده الدور الإنساني بالنسبة للفنان، أو الدور الحقيقي بالنسبة للفنان، لأنه هو الفنان بيعبر عن الحالة بتاعت مجتمعه في كل الأحوال يعني. فتحية له وتحية للمجموعة معه، لأنه يعني اشتغلوا في جزئية أنا بفتكر إنها مهمة جداً، وفي نفس الوقت يعني قاموا بعمل كبير، وده دورهم يعني، ما هم مشحودين عليهم. فليهم التحية، ونتمنى انه تتواصل كل الجهود بتاعت كل الفنانين في انه يقوموا بالعمل المجتمعي والإنساني اللي بيخدم قضايا المجتمع، وفي نفس الوقت بحقق طموحاتهم وأشواقهم لمستقبل مشرق. طيب المنظمات الخيرية بكافة تخصصاتها، تحديدا منظمة عاملة في رعاية أطفال السرطان، تحتاج لمجهود كبير جدا. أكيد. غير المجهود البشري يحتاج لمجهود مالي. نعم. لأنه يتكلم عن تكاليف باهظة لسكن وإطعام وعلاج وتأمين. نعم. السؤال عن أنه كيف كشخصية عامة نزار بورسودان وغيره من الفنانين يقدروا يستقطبوا الدعم المالي والدعم الاجتماعي عشان يساعدوا به الأطفال ذي؟ والله طبعا انا ما اقدر اتكلم عن مشروعاتهم هم بالتحديد او خططهم، لكن بعتقد انه زي ما ذكرت انه هم كفنانين اكيد عندنا القابليه في انه يطرقوا اي باب للدعم، بيلقوا بالدعم، بالاضافه لتنظيم الحفلات الجماهيريه انا اعتقد انها برضه ممكن تدخل بالنسبه لهم شغل كويس، اضافه لانه اكيد يعني منظمه زي دي استمرت فتره من الزمن اكيد عندها خطط في إنها كيف تحقق أغراضها أو تحقق أهدافها يعني. لكن هم كفنانين أكيد عندهم القبول المجتمعي، وفي نفس الوقت القبول حتى بتاعت الجهات الرسمية والجهات الأهلية في إنه يعني يلقوا الدعم. ومرة أخرى أنا بقول لهم ربنا يسدد خطاكم إن شاء الله. طيب نفس السؤال لك نزار بورسودان، بوضعيتك الآن كفنان وعندك اسم في الساحة وإن غبت فنيا لفترة من الفترات، كيف ممكن يساهم الأمر ده برفقة الأسماء اللي ذكرتها وشكرتها قبل شوية في استقطاب الدعم المالي والاجتماعي لتسير منظمة بصمات الخير؟ والله الفترة الأخيرة الانشغال في 12 سنة خلانا نأسس لركائز، يعني أنا بحس إنه هي المفروض تكون مستقبل كل العمل الطوعي في السودان، إنه هو بالرغم من هو عمل طوعي لكن إذا لقى اختصاصيته أو مؤسسيته باقلي بيقدر يأتي أكله. يعني لو تابعت في الأيام الفاتت الميديا كلها ضاجة بأسامي معينة عندها مشاكل في العمل الإنساني، بأنك أنت كيف يعني تستخطب الناس بحسابك الشخصي في عمل إنساني بهم البلد. يعني هو ما تحييد أو خلافه، لكن بقدر ما أنه فعل الخير ده يعني داري يقيف في مشروع إنساني يهمه تماماً، مفروض يعرف إنه مبالغه دي مصاريفها وين. الحاجة دي ما بتأتي إلا بالمؤسسية والوضع القانوني الصحيح اللي بيكون عبر منظمات العمل، المنظمات المجتمع المدني اللي بتأهل لك إن بيداك أنت بعد ذاك كيف تقدر تستقبل الدعومات وكيف تصرفها في مصاريفها الصحيحة اللي بيخلي فعل الخير ذاته مطمن إنه عارف إنه مبلغه ده ماشي وين. فالمؤسسية دي بتخلي إنه كل المشاريع تمشي ناجحة، لأنه عماد فغري بالنسبة لكل المشاريع هو الدعم أو الإمكانيات المادية يعني. فالحمد لله بسمات في الفترة الفاتت قدرت تأسس لأنه كيف تقدر تستجلب الدعومات، بالرغم من أنه الدولة كانت رافعة يدها تماماً عن المشروع، لكن صراحة كل فعلنا الخير المتجاوبين معنا في كل أطراف العالم السودانيين لهم كل التحية اللي كانوا سند حقيقي لنا في الـ 12 سنة دي، بقدر الإمكان حاولنا نوصل صوتنا بمؤسسية عالية باستراتيجية نقدر من خلاله يكون حلمنا بتاع مستشفى خاص بأطفال السرطان مستشفى مجاناً يكون حلم واقع بإذن الله في المدى القريب. طيب على ذكر منظمة بصمات، هل هناك إحصائية دقيقة أو علمية لأعداد هؤلاء الأطفال ومناطق تواجدهم وحتى أسباب المرض اللي بيجيبوه من هناك؟ أنا ما أقدر أسوق الحلقة في اتجاه تاني، لكن بقدر ما إنه
حريص جدا انه اي حاجه اقولها ما لم نكون احنا عايشينها واقع معاش ما مفروض الزول يتكلم عنها. لحد 2015 كان الاحصائيه للاطفال مرضى السرطان 25213 طفل. للاسف السودان كله عنده دكتور واحد متخصص وسط الاطفال اسمه دكتور الخطيب، بيتعالجوا في 4 طوابق خاصة ببرج الأمل الفاتح طوالي على مستشفى الخرطوم القديم. 4 طوابق تقدر تستوعب العدد الكبير ده بأقل الإمكانيات ما حتقدر يعني تتخيلوها. طاقم طبي يعمل في ظروف معقدة جدا. الفترة الأخيرة كان نقص الكيماوي، العلاجات الخاصة بالأطفال كان بالنسبة لنا هاجس كبير جدا. محتاج الدولة بكل مؤسساتها إنه توقف في المشروع ده، لأنه ده حلم جيل كامل يعني جيل المستقبل المفروض الناس تقف فيه أكثر من كده، بعلمية بحلول جذرية نقدر من خلالها نقدم رسالتنا تجاه الأطفال وأسرهم اللي بيعانوا أكثر من الأطفال نفسهم. يعني أستاذ محمد حامد، لديكم أيضا مبادرة بعنوان كفاية حرب، إلى أي مدى وصلت هذه المبادرة وكيف ممكن تقييمها وليه توقفت؟ والله يا تحية لكل المبدعين اللي في مبادرة كفاية حرب، وهي مبادرة تقريبا من 2016-2017 ويعني يمكن اتحركت مناطق يعني في دارفور، في مناطق اللاجئين، في عطاش ودريج، وفاتت كادوغلي والدلنج، وحقيقه في عدد كبير جدا من المبدعين، ويمكن واحده من يعني تحقق جزء من الاهداف في انه في وقت الحرب وقت الاشكالات كانت المبادره موجوده وسط كل الفئات، ما كنا بنسمح بانه يتدخل طرف حكومي او طرف اخر، انما كانت رسالتنا للشعب بشكل يعني خاص. فلقت تجاوب كبير جدا. يمكن واحدة من الحاجات انه في الدلن واحد من الإخوة القساوسة كان محتفي بينا جدا وقال لنا جماعة نحن نتمنى انه المبادرة دي نلقى لكم طريقة تمشوا تغنوا كمان لأهلنا في كودة، ودي واحدة من الحاجات اللي نحن صراحة سعدنا بها جدا. يعني إضافة لانه المبادرة انت يعني قدمت عدد من أنتجت عدد من الأعمال من ضمنها ما لا يقل عن 7 أعمال لمكافحة المخدرات، وحقيقة دي واحدة من الحاجات اللي نتمنى الآن وأنا يعني عبركم أتمنى إنه الحاجات دي تبث، لأنه إنتاج كان من المبادرة من حر مالهم على أساس إنه يساهموا مع الناس المساهمين في إنه يعني مكافحة المخدرات ونحمي أولادنا وأبنائنا من هذا السم يعني الخطير. إضافة لأنه يعني قدمنا عدد من الأعمال في إصحاح البيئة ودرء كوارث السيول والأمطار، ويعني عدد كبير جدا من الأعمال. وقفت هي المبادرة؟ والله المبادرة ما وقف، إنما هي المبادرة متحركة، لكن زي أنتجنا عدد من الأعمال ويمكن ما لقى طريقة للبس، يعني بأنه إحنا نقول الآن بكل صراحة أنتوا وديتوا أجهزة إعلامية، إحنا أدينا الناس المكافحة 7 أعمال أنتجناه من حر مالنا وسلمناه لإدارة مكافحة المخدرات، أنتجنا عدد من الأعمال وكانت هي بحوزة الهلال الأحمر السوداني، ما أقل من 20 عمل فيهم من خيرة الفنانين اللي قدموا إنصاف فتحي وعصام محمد نور وعمر وحدة كل النجوم الآن الموجودين في الساحة، نحن استقطبناهم على أساس إنه قدموا لنا مشاعر لأنه هي بالتأكيد بتصل لأهدافها يعني. فقدمناها، لكن هل انتم حرصتوا على انه استاذ احمد حامد توصلوا الاجهزه الاعلاميه بانفسكم؟ اكيد وما تبثت بعد كل اكيد. نحن مش وصلنا للاجهزه الرسميه، احنا اديناها للاجهزه المعنيه، يعني اعمال اديناها لاداره المكافحه لمكافحه المخدرات سلمنا لهم هاند باي هاند كويس او عبر الموبايل كويس، اعمال سلمناها للهلال الاحمر السوداني 20 عمل كويس، وهي أعمال جيدة يعني بالتأكيد، يعني حتى لو كان مثلا قيمة الفنية غير جيدة، أنا بقول حتى لو كان قيمة الفنية غير، لكن هي موضوع جيد جدا وفي نفس الوقت بتخدم قضايا المجتمع كويس. لكن بكل أسف ما لقينا لا هنا، خاطبنا ناس التلفزيون شفاهة يا جماعة احنا عندنا كده 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 ما في زول اشتغل بالحاجة دي، قدمنا للإذاعات من ضمن إذاعة بلادي وإذاعة هوا السودان عدد من الأعمال، ادينا لهم هدية
انه يا جماعه الاعمال دي نحن بنحس اننا كفنانين بتخدم المجتمع كويس، وده دورنا الحقيقي او دي رسالتنا الحقيقيه تجاه المجتمع. نحن ما قضيتنا حفلات اعراس او غيره كويس، لكن قضيتنا الاساسيه في انه نقول نبيس الرسائل بتاعتنا دي. فبكل اسف يعني احباط يعني صراحه جميل يعني. نحن حنجي نواصل في دور المبدع تجاه مجتمعه وتجاه قضاياه، لكن ناخذ مساحه لحنيه قصيره لنزار بورسودان مره اخرى. ما تتعلم لي تشتاق صمت فينا حزن الشام.
عصمت فيني حزن الشام. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتواصل نحن وأنتم في ظلال الأصيل رفقة ضيفي داخل الاستوديو الفنان نزار برسودان والموسيقار محمد حامد جوار. أستاذ أحمد حامد، الأغنية الفاتت هي التجربة اللحنية الأولى للفنان نزار برسودان، كيف تقيم هذه التجربة؟ أنا والله أحييه، يعني أحيي الأخ نزار، وهو واحد من المظلومين، لأنه الليلة دي هو ما فنان واعد، يعني عشان أول مرة نسمع أغنية زي دي، هو يفترض كبير هو زول يفترض يكون عنده إنتاجه الوفير، وإنه أغنية زي دي كان يفترض إنه في بداية الجمهور يسمعه وفي نفس الوقت يقدر يقيمه. فحقيقة أنا أحييه جدا، وأحيي كل مبدع بينتج إنتاج خاص يبثه في الأجهزة الإعلامية، لأنه هي دي واحدة من المعوقات الآن لمسيرة الغناء بالشكل السليم، بالشكل السليم إنه كل جيل يقدم إنتاجه، وكل جيل يأخذ من الجيل القبلي عشان السلسلة تمشي في شكل منتظم. لكن يعني ويمكن زي ده أول مرة أنا زار بعرفه من وقت طويل، يعني يمكن ده أول مرة أسمع إنه عنده إنتاج خاص ولحن كمان. ايوه دي واحده من الاشراقات، يعني الله يكرمك. كويس، اضافه لانه انا كنت ده هجم في الاغنيه الاولى لما قلنا للكاشف في انه ليه هو ما عنده انتاجه الخاص، لكن حقيقه العمل ده اعتقد انه يعني اسكتني تماما، وفي نفس الوقت يعني هي يعني زي تقول شنو بتأكد انه هو فنان عنده الثقل بتاعه وعنده انتاجه الخاص، وانا بحيي من عبر كل المبدعين اللي بيحاولوا انه يوجدوا مساحه لنفسهم من خلال انتاجهم. هي شهاده احتزبها جدا طبعا الاستاذ محمد حامد. الله يكرمك استاذ نزار. النوعيه دي من الاغنيات ومن الالحان كيف بتنظر لها؟ وايضا يعني فيها قسوه في كلماتها، هي كلمات مها حسن الرياح. ايوه طبعا دي فرصه زول يحيي مها حسن الرياح، طولنا منها جدا، مشت استغرت في كوستي. هي ما مفرده مثلا ممكن تكون حزينه او غيره، وطبعا يكتب الشاعر وكله يفسر على هواه، لكن باقي لي دي الطبيعه السودانيه بقت كده، انه في حاجات كثيره بقت ما بتتحمل انه الناس حتى الاعتذار فيها ذاته مشكله، يعني الشوق للمحبوب ما حاجه سهله يعني، فلما الناس تتعامل معاه بتعامل يعني هين سهل بسيط كده بيبقى التأثير بتاعه ما أكبر بقدر ما إنك أنت اصطفيته من دون الناس، مفروض يكون الاهتمام متبادل يعني. فحكاية مشتاقين من غير أي معنى دي أو إحساس بها صعب شديد يعني صراحة. يعني أنت قصدت اللحن يجي على شاكلة هذه الكلمات من الشعور، ولا دوحية للألحان جي كده؟ والله الغريبة اللحن ده يعني أنا يعني من خلال الكلمات نفسها يعني طلع براه، يعني هي اللي بتصنع اللحن يعني. بصراحة حسيت انه اي كلمة ممكن تديها مداها اللحن بتفسر عن نفسها براها يعني، فطلعت بالشكل الجميل ده يعني. طيب نحن قبل ما نرجع لموضوع العمل المجتمعي ودور المبدع فيه، بس مسألة اللحن دي زي فتحت بوابة صغيرونا كده ما نفوت منها، ولاحظنا مؤخرا يعني الفنانين اتجهوا لأنه يلحنوا لأنفسهم، هل بتعتقد أنه دي يعني فيها نوع من الاكتفاء الذاتي باعتبار أنه الفنان أو المغني بيعرف إمكانياته الصوتية وبالتالي النمط المحبب له فبيلحن الكلمات اللي بتجيه، ولا هي يعني ممكن نقول نمط جديد سايد الفنانين بيجوا يتجهوا له يكتفوا من التعامل مع الملحنين وياخذوا الكلمات ويلحنوها بانفسهم؟ يعني ده لاحظناه الفتره الاخيره يمكن في اخر 5 سنوات. تمام، والله هو بكل شفافيه ومصداقيه الفتره الاخيره يعني مثلا من الثوره واللي جاي صراحه حصل تدني على مستوى السمع العام بطريقه ما تتخيلها. وللاسف الكبير الثاني انه المسرح الرئيسي بقى للفنان هو بيوت الاعراس، ده بقى المقياس. اي فالمشكلة مشكلة مشتركة ما بين مؤسسات الدولة اللي عندها علاقة أو عندها صلة بالثقافة نفسها في الضوابط والقوانين المفروض تكون على مستوى نقابة المهن الموسيقية المفروض تتوفر
يعني الموهبة إذا موجودة مفروض يعني الفنان يصغلها بعد ذلك بالعلم بغيره، بأنك أنت كيف تقدر تجيد الكلمات بترتغل أي حاجة أنت بترضاها تخش بيتك يسمعوها ناس بيتك مفروض تقدمها للناس بالبساطة دي يعني. فكل المنتوج اللي قاعد يحصل الآن وعصام نيم بيقول لي دائما في نادي جنوب الله تراه بالخير بيقول لي الناس بدأت تسمع بكرعينة، فده الوضع بمعنى بمعنى أنه بقى اللغاع من غير إيقاع سليل يعني الناس عايزة ترقص أيوة دائرة ترقص دائرة تبتهج يمكن بالحاجات اللي مرت عليها البلد في الأربع سنين الفاتي الناس بقت ما مستوعبة ذاته. فالتجربة اللحنية ولا الحاجات الصغيرة صغيرة دي ما بتعيش يعني. أسي تنظر للرواد تلقى أغاني لها يعني مئات السنين وما زالت موجودة بكل وجدان وشجن وكل حاجات، ده دليل على إنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح يعني. أستاذ أحمد حامد برضو عندك وقفة مع قصة الألحان دي وأنت رجل موسيقار يعني، وأيضا في الجانب الثاني مسألة أنه الفنان بقى منصته اللي ينطلق منها بيوت الأعراس وليست المؤسسات الإعلامية، برضو أعتقد عندك فيها وقفة. هي طبعا المنصة بتاعت هنا بيوت الأعراس دي من زمان يعني ما من الليلة، لكن زمان كان لما يكون في إنتاج جديد الإعلام بيقوم بدوره في انه يروج للاعلام ده وفي نفس الوقت يبصوا مره لا مرتين لا ثلاثه، عشان كده كانت الاغنيات دي موجوده في وجدان الناس. وانا ممكن اتفق مع نزار او اختلف معه في انه والله يعني الشباب شبابنا مظلومين والله صراحه، لانه الليله دي الناس بتنتج ما لاقي لها منصات انها يعني من خلالها تبث اعمالها، وفي اخرين بيقول لك يا اخي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ما متاحه لاي زول يعني، في زول عنده إمكانية إنه يخش الاستوديو وينتج وبس في الـ في الـ في السوشيال ميديا، آخرين ما عندهم إمكانية. يمكن المنصة بتاعتنا الوحيدة عشان ينتج عمله هي الأجهزة الإعلامية، كان إذاعة كان التلفزيون وكده. وأنا أفتكر إنه يعني الإذاعة أو التلفزيون هي بالنسبة للمبدعين الشباب هي يعني زي 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 أمنيات، أمنيات إنه يكون موجود ويظهر في الإعلام وكده. لكن بكل أسف يعني نحن بنلاحظ الفترات فاتت وحقيقة يا أخ نزار هي ما قبل الأربع سنوات، يعني إحنا ما نقوم نصوم الأربع سنوات، الأربع سنوات دي هي نتاج لما قبل الأربع سنوات، أثر التراكم أيوة كويس. فإنه يعني حتى الليلة دي الاحتفائيات اللي بتكون في رمضان والناس كلها بتقعد قدام التلفزيون عشان تشوف الشباب أنتجوا شنو، كانت هي اجترار للذكريات واجترار للماضي بدون ما تكون في خطة مستقبلية في إنه الناس دي مساحة تنتج فيها إنتاج الشباب ديل على أساس إنه يعرفوا عن نفسهم ويعبروا عن واقع يعني كويس. فبكل أسف بقت اجترار للذكريات، إضافة لأنه كلامي الجبل قلت لك لايك وديس لايك هي المصيبة. طيب عتابك يا أستاذ أحمد حامد جوار على أجهزة الإعلام بصورة عامة، نعم. هل التقصير ده بتعتقد أنه من الفنانين الشباب باعتبار أنه ما طرقوا أبواب المؤسسات الإعلامية، ولا تقصير أنه المؤسسات الإعلامية هي ما اكتشفت هؤلاء الشباب؟ والله المؤسسات الإعلامية هي المعنية الأول، لأنه نحن نقول الآن بكل صراحة وبكل وضوح إنه حتى البرامج اللي بيختاروا لها فنانين كانوا بيختارون بمواصفات معينة، وفي نفس الوقت في مقولات إنه في ما تحت الترابيزة يعني زولي وزولك زولي وزولك وتحت الترابيزة كويس. دي مقولة نحن أنا صراحة ما 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 يعني ما شفتها بعيني كويس. الحاجة الثانية الليلة دي يعني خلينا نشوف مثلا مثال نادي جنوب كم مبدع في داخله ما بتعدوا، مراكز الشباب بحري أم درمان الولايات دي كمان انا افتكر انها هي مظلومه ظلم الحسن والحسين، والدليل على كده ان كل المبدعين بتاع الولايات بيجوا الخرطوم عشان بيبحثوا عن الاعلام كويس. وصراحه الاعلام سار في 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 بحر ثاني، بحر بعيد من انه يطلع المنتوج بتاع المبدعين بتاعينه. الليله دي العمل بتاع الاعلام الثقافه تحديدا وزاره الثقافه، وانا هنا صراحه بحيي اخونا السيد الوزير جراهام، وزارة الثقافة هي المعنية الأول بأنه الشباب ديل إنتاجهم تطلع يعني إن كان عن طريق التسجيل إن كان عن طريق المهرجانات إن كان عن طريق المشاركات الدولية الخارجية، دي كلها بتحفز الشباب. يعني الليلة المنتوج السيء اللي احنا بنسمعه في الركشات أو غيرها ده يعني ترسبات ترسبات أي، وفي نفس الوقت هو ده نتاج للفعل اللي كان حاصل، يعني انهم مجهولين ما في اهتمام
ما في تشجيع، ما في بنيات أساسية. يعني الليلة دي أنا أقول لك الأمر كشباب بحري سوق بكل أسف، وما في زول شغال بيه. وأنا هنا داني دا بوجهه لوزارة الشباب والرياضة في مركز اسمه مركز شباب بحري، مركز عريق، والآن في فترة من الفترات تحول لسوق. وشكرا للشباب اللي قاعدين محافظين على حقهم، محافظين على موقعهم، محافظين على موقع تاريخ مركز شباب بحري اللي طيب انت. يعني هنا سؤال مهم جدا، بما انه العلاقه جات ما بين الاعلام والمبدعين، تكلمنا انه عتابك المؤسسات الاعلاميه باعتبار انها ما سعت لانها تصل للمبدعين في الولايات او حتى تستوعب المبدعين داخل ولايه الخرطوم. نتكلم برضو عن انه في اتهام كبير جدا للمبدعين عموما وللفنانين الشباب باعتبار انهم وجدوا منصات بديله بيعتقدوا انها اكثر رواجا واكثر انتشارا من المؤسسات الاعلاميه التقليديه. زي جينا نتكلم عن الاذاعه والتلفزيون، باعتبار انه السوشيال ميديا برنامجنا ده الان لايف بيتبث في التوقيت ده وحيتعاد مره او مرتين، لكن البرنامج طول ما هو موجود على منصه زي فيسبوك متى ما دخلت بتلقى الزلمه موجود. فحتى الفنانين والمبدعين بيجوا يختاروا طوعا وإرادة المنصات بتاعت الإعلام البديل أو الإعلام الجديد، ويبعدوا بقدر الإمكان عن الإعلام التقليدي باعتبار أنه بحقق لهم أهدافهم. الاتهام واضح لكل المبدعين. والله يا أستاذ أنا أقول لك بصراحة الاتهام ده هو ما في محله، لأنه الليلة دي أي مبدع، أي مبدع تعال قول له يا أخي أسا هو نظار ده يمكن يكون ترك أي حاجة عشان يجي التلفزيون، عشان يجي في البرنامج ده. كويس، إضافة لأنه كل المبدعين الآن الموجودين في الساحة، كويس، المبدعين الحقيقيين اللي هم عندهم عطاء وعندهم فكر وعندهم يعني حقهم الداري يسمعوا للشعب السوداني هم من خلال القنوات دي. ده شغلة السوشيال ميديا دي يمكن بشاهد عدد قليل جدا، يعني مش قليل يعني بالنسبة لعامة. أنا شخصيا مثلا محمد حامد علاقتي بالسوشيال ميديا ضعيفة، ويمكن أغلب الناس اللي في جيلي علاقتهم ضعيفة، كويس، لكن أنا مقتنع إن الشباب في عدد كبير جدا متابعين السوشيال ميديا، لكن بتبقى الأجهزة الرسمية دي وإلا ما في داعي لها. بتبقى الأجهزة الرسمية دي ده شغل الشاغل في إن تبحث عن المبدع وتقدمه وتقول ده مبدع السودان إن كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فأصلا الاتهام ده أنا بعتقد إنه ما في محله، وفي نفس الوقت خلونا الليلة دي أن نمرق بكاميراتنا دي نمشي أي نادي حنلقى مبدع، فما بالك على مستوى السودان. جميل، نعود برضو لفكرة الألحان قبل ما أرجع نزاب السودان تاني وخش في موضوع منظمة بسمات. الألحان الفترة الأخيرة يعني عدد من اتجهوا إنه ينتجوا غير كده، الألحان ذات أصبح فيها نوع من التشابه. أنت رجل موسيقار، يعني هل هذا الأمر صحيح؟ وإن كان خطأ صحيحنا برضو الأمر هذا صحيح. للآتي، زي ما ذكر إنه الآن الناس بتبحث عن تسمع بأرجولة زي ما قال أخونا نزار، وده لغياب التنافس الإبداعي، غياب المهرجانات، غياب الرعاية، غياب التوجيه السليم. بقت المنصة هي منصة بيت العرس. بيت العرس داير يعني فهم محدد، داير نغم محدد على أساس أن الناس ترقص لأكثر لأقل. ودار أذكر الناس بحاجة، يعني ربما في قبل عشرات السنين 30 سنة أو تزيد حتى بيت العرس ذاته كان عنده الثقافة بتاعته وكان عنده الفلسفة بتاعته، وخاصة الناس اللي بيقعدوا برا الصيوان ديل بالمناسبة كانوا مهمين جدا، لأنه الفنان كان ممكن يقدم أغنية جديدة. وكان لما يجي نازل من بيت الفنان، لما يجي نازل لو كان عازفين أو الفنان كان في ناقدين، يا قال لك يا أخي أنت كويس، يا قال لك يا اخي دي الناس اللي برا الصيوان، دي الناس اللي قاعدين برا الصيوان، دي اللجنه، دي اللجنه اللي قاعده برا الصيوان. شفت شنو؟ فكانت يعني الحفلات، منصه الحفلات عندها النقد بتاعها، وعندها في نفس الوقت يعني عندها الخطاب بتاعها، كويس. لكن بنشوف انه الحاجه دي الان اتعدمت، وبكل اسف غياب النقابه. وانا ما بقول المجلس طبعا، لانه المجلس الان هو مجلس فرد،
كويس. لكن بقول غياب النقابة اللي هي كان ممكن تقوم، وغياب الشخصية الفنية على المستوى العام، ويمكن كثير جدا من الهرج والمرج اللي حاصل في الفترات الشهور الفاتت دي حتى على المستوى الدولي، ولأنه ما في رقابة. وأنا هنا بقول لوزارة الثقافة أخونا جرهام الناس تصحى شوية، لأنه الوضع صراحة وصل لحتة برا السودان، فبالتالي مهم جدا، وخاصة نحن مؤمنين تماما أنه البلد دي بخيرة، والبلد دي بمبدعينا، والبلد دي ناس عندهم فكر كبير جدا كويس، لكن التعتيم وقفل الباب إغلاق الباب وفتح الباب لآخرين ما علاقتهم ضعيفة جدا بالمخزون الإبداعي. وأنا هو ده ما اتهام، لكن من خلال المنتوج اللي نحن يعني قاعد نسمعه، من خلال الأفكار، الفنان ما بيغني ساي، الفنان بيكون عنده هدف، الفنان بيكون عنده موضوع. الأغنية اللي بتغنية دي حتى الأغنية عاطفية، هي عندها المضمون بتاعها اللي بيخدم المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر. عشان كده مهم جدا إنه الأجهزة الرسمية، إن كانت وزارة الثقافة، إن كان المجلس، إن كان الاتحاد، وأنا بتمنى إنه المجلس والاتحاد يتحولوا للنقابة وفيها ناس مختصين عشان يقوموا الحاجة دي، بيقبل فنان اللي بيعبر عن المجتمع السوداني بذوقه العالي وبثقافاته المتعددة وبمعتقداته، ده هو الفنان اللي يفترض يكون موجود في الساحة. وإلا الموضوع نفتكر إنه ماشي لانحدار سلوكي صراحة، خلينا نقولها كده، انحدار سلوكي خطير جدا وما في رقيب بكل جميل. أسف يعني أنا انطلاقا من هذه النقطة بحول السؤال للفنان نزار بورسودان، وهو إذا تم تكوين حكومة وفاقية ما هو الدور المنتظر منها تجاه المثقفين والمبدعين؟ والله يعني أنا في الحتة دي بالذات أنا شايف إنه من خلال من 56 لحد يوم الليلة إحنا كمبدعين دورنا مهمش تماما، حتى على مستوى الدستور اللي بيحكم البلد الناس ناسية تماما إنه الفنان ده ممكن يكون غايب لدولة عبر ترسيخ رسائل معينة. لكن يا محمد، يا أستاذ محمد، في اتهام خطير جدا من الشباب بتناولوه في الفترة الأخيرة، إنه دائما ما يكون الحيطة أو السد بيقف قدام الفنان الشاب وطموحه هم نفس اللجان اللي بتكون متحكمة في كل البرامج، أو من إجازة صوت لبرامج كبيرة لمهرجانات، شخصيات متكررة. هنجيب بعدين شخصيات متكررة. صراحة أنا الحاجة دي قلتها ليه؟ لأنه نحن في الفترة الأخيرة الآن نحن على إدارة دار الخرطوم جنوب اللي هتفتح باب كبير جدا لكل الشباب على كل مستويات الفن بتفاصيله الكثيرة اللي بتخلينا إنه نسمع الشباب، جيل الشباب الجاي ده بيقول في شنو أو دار يوصل شنو. الحاجة دي بتخليك إنك أنت في جو محايد في إنه الجيل ده لابد من مستمع له، في نفس الوقت تنبهه للحاجة المفروض تكون صح باعتبار إنه أنت الزول الغائد، أنت الزول العارف، أنت الزول الكبير. نعم. لكن ما السؤال ما زال قائم، إذا تم تكوين حكومة وفاق، نعم، أنتوا كمبدعين منتظرين منا شنو؟ والله إحنا المفروض يكون عندنا نقابة قوية جدا في إنه إحنا نقدر نرسي قواعدنا إحنا كمبدعين. كيف الأجواء مع الحكومات المفروض تكون متوارثة على البلد دي؟ لازم يكون عندنا فيها حاجة محترمة جدا في دورنا اتجاه المجتمع والبلد عامة. يعني لازم يمثلون الناس اللي بيفهموا معنى شنو الفن. أنا شايف إنه التردي الحاصل ده دور ضعيف جدا من النقابات أو الناس اللي على على مسؤولية الثقافة بصورة عامة. يعني جميل. أنا حنستمر، عندك تعقيب على السؤال؟ أنا لو سمحت لي أضيف. والله يا أستاذ بعتقد إنه بالنسبة لنا كمبدعين الهم بتاعنا الأول والأساسي هو الشعب كويس، وبيبقى دائما دور الحكومات هو منفذ لما يطلبه الشعب، ونحن كذلك كفنانين ما عندنا علاقة بسياسة، ما عندنا علاقة بانتماءات حزبية أو جهوية، علاقتنا الشعب ده وطموحاته وآماله. وأكيد هو الشعب دار يعيش في جو بتاع سلام، دار يعيش في أمان، يعيش في رفاهية، وده دور الفنان بشكل أو بآخر. نحن بصورة أعمق حنجي نناقش قصة ما ينتظر المبدع تحديدا، ما يحتاجه من المؤسسات الرسمية من الحكومة عشان يؤدي دوره بشكل أفضل. لكن خلونا نحن كلنا مع بعض نسمع لحن عادي جدا مرة تانية نزار بورسودان، وأكيد متواصلين في ظل العصير. Thank you.
عادي جدا تكسيني والفراق بيناتنا يحصل عادي جدا تكسيني والفراق بيناتنا يحصل ما كتير الناس بريد ما كتير الناس بريد والقليل فيهم بريد عادي جدا عادي جدا قبل غيس حباها ليلى لما جنى فقد صواها عبلة عن تركان بريدة كثيرة ودر الشباب قبل غيس حباها ليلى لما جنى فقد صواها عبلة عن تركان بريدة فيها ودر كل شباب إلا ما تحد We'll be right back.
جدا عادي جدا تكسي والفراق بيننا يحصل مع كثير الناس بريدوا والقليل فيهم بيوصل قبل غيس حباها عليكم لما كنا قبل الصواب وعبنا عن أركان جديدة فيها ودت كل شباب هذا ما تحقق الوعد وحظه كان بالسماحة الفيك بادر ولجراح الريد أنسى. بهذا المعنى الجميل أعود للتواصل مع ضيوفي داخل الاستوديو الموسيقار محمد حامد جوار والفنان نزار برسودان. نزار برسودان دي التجربة اللحنية الثانية بالنسبة لك، والحاجة كلمات منه ونشوف التجربة اللحنية اللي شكلها رجعتك لأيام تسجيل الأغنية. التحية لأحمد المصطفى بوتري ومن الشباب المجتهد جدا في انتقاؤه للمفردات نفسها. المفردة جديدة بقدر ما زول بيحاول يتلمس الجمال في الشعر. أنا بحب الشعر القصصي يعني، باعتبار أنه الفترة الأخيرة دي خلتني شوية كده اتجه اتجاه يمكن يكون جديد على يعني حيتهد جدا في أنه يكون عندي الطابع بتاع الغنى الرسالي اللي هو طوالي مباشر اتجاه المجتمع. يمكن الحاجة دي ما في زول تخصص فيها بمعنى الكلمة. يمكن التشكيلة بتاعت التجربة بتاعت العمل الطوعي خلتنا إنه نقدر نعرف إنه مدى قوة الكلمة واللحن في إنه تقدر توصل حاجات كثيرة بمجهود بسيط جدا. أيوة بالضبط كده. فالتجربة اللحنية وليدت لحظتها، لكن إن شاء الله ده وعد لكل الناس يعني المتابعين لنزار، إن شاء الله نجتهد أكثر وأكثر في إنه نقدر نعمل حاجات أجمل ما مطروغة، خط جديد نقدر من خلاله إن شاء الله نقدر نوصل رسالة يعني. جميل. أستاذ أحمد حامد، كنا وقفنا قبل الفاصل اللحنية دي على حال المبدعين وما يمكن أن يكون عليه بشكل أفضل. تحدثت بتأثر واضح عن هذه الحالة، وده بيقودنا للسؤال الأول وهو المتوقع من قبلكم كمبدعين من الحكومة القادمة إذا تم تشكيل حكومة وفاق. والله أولا يعني في ردي على سؤالك ده، تحياتنا لكل الأساسة اللي بيتقاتلوا من أجل السودان، مش نقول بيتقاتلوا لكن يختلفوا من أجل السودان سليم ومعافى. لكن نتمنى زي ما ذكرت الوفاق، وفي نفس الوقت نحن طبعا بأكد أنه علاقتنا مع السياسة ضعيفة جدا، لكن كحال كل مبدع بيتمنى يعني بلد عندها قيادة رشيدة بتزعى للمصلحة بتاعتها، بتزعى للرفاهية بتاعتها. فدي أمنياتنا، نتمنى إنه يكون في اهتمام. وأنا ما ننسى حاجة مهمة جدا، يعني بدأت الحرب الأوكرانية الروسية، الرئيس الأوكراني يتكلم عن الفنانين ودورهم يعني، ودي أنا أفتكر رسالة كبيرة جدا وقوية جدا. زيارة السفير الأمريكي لاتحاد الفنانين تقريبا ثالث زيارة أو رابع زيارة، أنا أفتكر عندها الأثر بتاعه وعندها الدور بتاعه، ونحن من هنا نشكره يعني، لأنه حقيقة عندها المفعول بتاعه، وهو وأكيد العالم كله مؤمن بدور الفن في إرساء قواعد الأمن والسلام للمجتمع بتاعه. والدليل على كده يعني خلينا نقول بكل صراحة، نحن فنانين السودان نحن أكثر ناس يعني وضعنا مؤسف صراحة، لأننا دائماً يعني الناس تخطط وتسوي وبتدق الصيوان للفنانين تعالوا غنوا وبس، وده وضع كارثي، وضع كارثي. من المسؤول من الوضع ده أستاذ أحمد حامد؟ الجهات الرسمية، نقول الجهات الرسمية. لا الجهات الرسمية أصلاً ما في مسؤولية مشتركة. أنت الليلة دي إذا دارت تأسس لأي وضع لأي، يعني أقول لك حاجة، لما حصل يعني بين المكون المدني والمكون العسكري في بداية الثورة، كنت بتمنى انه يعني الفنانين يقول يا جماعة انتوا الان توافقتوا
ها برنامجكم شنو؟ بدل ما يجي يقول لنا يا أخي نحن جيبوا لنا فلان أو جيبوا لنا علان. الفنان هو لازم يبادر بحقه، لازم تبادر بحقك وتقول يا جماعة أنا موجود. أنت الشخص الفلاني ما عندك علاقة بالحاجة دي، علاقتين المسؤول، أسألني من النتائج. لكن ما ممكن أنا بس في كل شيء يدق لي صوان يقول لي تعال غني، وبعد ده يقول لك يا أخي اشتغل لنا كده واشتغل لنا سيفك للفقر قلام أو يفرض عليك، يعني يفرض عليك. يعني ما في واقعية، ما في موضوعية. الفنان اللي بيجي بقدم أي عمل لأي مجتمع كان، حتى السياسي بتاع، يقدم عمل عنده المضمون بتاعه، عنده الهدف بتاعه، عنده الرسالة بتاعته. فأصلا أنا ما بتهم المبدع، لأن المبدع مغلوب على أمره. ونحن الليلة دي كمبدعين سودانيين نحن بنحس نحن يا أخ العزيز، نحن ما نمر برا السودان بنصاب بانفصام، لأنه بيعملونا كفنانين حقيقيين. عندك عربيتك، عندك البرستيج بتاعك، ونجي هنا ندافر المواصلات. وحقيقة ضغط كارثة. والآن أنا دي برسلة للإخوة المعنيين بالأمر، انتبهوا لأمر الفنانين. ما يعني في ناس كتار بيقول لك يا أخي الفنانين دول ما شغالين حفلات. في فنان ناس ما بتعين حفلات، في ناس عندهم يعني 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 رسالة محددة بيوجهها للمجتمع من حكم مسؤوليتهم، من حكم الفهم بتاعهم، من حكم درايتهم برسالتهم الحقيقية للفن وللغنى. الغنى هو ما حفلة ورقص وبس، وحتى الحفلة والرقص عندها مدلولاتها. طيب يعني أستاذ محمد حامد، ده بيقودنا لسؤال مهم جدا. السودان بلد متنوع ومتعدد الإثنيات، كيف ممكن نستفيد من هذا التنوع في صنع هوية سودانية خاصة؟ تذكرت لي قبل شوية إنه لما تمشوا برا بتلاقوا وضع مختلف. بالإدارة الواعية وبالعدالة في توزيع الفرص وبإتاحة المساحة لكل مبدع يبدي بيدلو بيدلوه. استبعاد أو اسمه شنو، الترضيات. يعني مثلا في كثير جدا من المهرجانات يقول لك يا اخي ده من الولايه الفلانيه يا اخي قدموه. ده اكبر خطا. الولايه الفلانيه او الولايه العلانيه تجيب افضل ما عندها. ايوه يعني ما تكون في ترضيات وما تكون في محاصصات زي اللي بيعملوها السياسيين. لا، المبدع هو مبدع. لو كان في الخرطوم، لو كان في زالينجي، لو كان في برسو، لو كان في اي جهه، في بيقبل المبدع هو مبدع. واحد اثنين، مهم جدا انه على مستوى وزارة الثقافة في الولايات والوزارة الثقافة الاتحادية يكون في متخصصين ديل هن اللي بيختاروا الناس وتكون على مسؤوليتهم. على مستوى الأجهزة الإعلامية، البرامج اللي بتقدم في الأجهزة الإعلامية يفترض يستفيدوا من الخريجين بتاع كلية الموسيقى. يا أخي هم الناس كثيرة جدا، كل ذلك خليهم مشرف على البرامج الغنائية والبرامج الموسيقية. ما يتقدم إلا الشيء جيد، وإذا تقدم شيء غير جيد يكون على مسؤوليته. أدي العيش لخباز يخلي يأكله كله. لكن الصورة الآن بتاعت إنه حتى الناس المعنيين بالأمر قاعدين يتفرج، أنا أفتكر إنها هي كارثية. فبالتالي نتمنى من هذا المنبر يعني، وشكرا جزيلا لكم، إنه يا إخوة المعنيين بالأمر أدوا العيش لخبازه، وخلي الموسيقيين يعبروا عن فنونهم ويعبروا عن ثقافتهم. أستاذ محمد حامد، عرفت من منتجنا منتج البرنامج إنك بصدد الإقبال على تجربة فنية ذات أبعاد اجتماعية، كلمنا عنها. هي ليلة بعنوان خلوا الفات تعال نحسب قبل نبدأ الخطى الجايات، وين رايحات مصايرنا. هي من كلمات الشاعر المبدع سعادة عبد الرحمن، وهي ليلة كبيرة جدا، فيها عدد كبير جدا من الفنانين، فيها دعوة للسلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، استصحبنا معانا بعض اللغات الأخرى، يعني من عندنا من الشركة حاجة يغني سيدي دوشكا، وباعتباره ممثل للشركة. من الشمال في الفنان محمد سعيد دولة، حيغني بلغة لغة الدناقلة تقريبا. ومن الجبال النوبة حيكون في الأستاذ عبدين أمه، حيغني بلغة نوبية من جبال النوبة.
وعندنا من النيل الأزرق فنانين، واعتقد إنه هي دي رسالة عندها المحتوى بتاعه وعندها الثقل بتاعه، واحد من الفونج وواحد من الهوسة، الاثنين حيغنوا في لوحة مع بعض تعبير عن إنه الشعب السودان أصلا بيناتهم ما في مشاكل، وإنه شو اللي حاصل ده هو فتنة لا أكتر لا أقل. ديال الاثنين حيغنوا. هل اكتملت الترتيبات لهذا المهرجان؟ والله الترتيبات اكتملت بشكل كامل تماما، ويمكن نحن الآن جايين من بروفة بهذا الصدد، وخاصة العمل خلوا الفات يعني من الفنانين اللي فيه أخونا عبد القادر، الدكتور عبد القادر سالم وسيف الجامعة وعمر إحساس، ومن الشباب في مهدي موسى ونجدي نديم، ومن المغنيات مها عبد العزيز ومنار صديق وإنصاف فتحي. وهي دعوة أن تجني إحنا العمل، نتمنى إنه كما الآخرين العمل ده يلقى جهة تصوره وتبسه للجمهور، لأنه حقيقة هو بنفتكر أنه هو دعوة كبيرة جدا في أننا نتصالح ونسمو إلى أننا سودانيين متكاتفين متعاضين متخاوين، وما في بيناتنا حواجز، وفي نفس الوقت ده حال المجتمع السوداني اللي نحن بنتمناه وبننشره. طيب قبل أيام اختتم مهرجان الأغنية الشبابية، نتكلم برضو عن المهرجان. والله أنا دي مساحة أحيي فيها وزارة الشباب وزارة الثقافة. الأخ جرهم، برغم أنه إحنا يعني في لقاء من قبل كان شوية عصرنا عليه، لكن كأنه كان في توارد بتاع خواطر. نحن تكلمنا عن دور السيد الوزير وأنه هو واحد من الناس الموسيقيين، وفي نفس الوقت ما شفنا حاجة، فتفاجأنا إنه هو أصلاً كان بيخطط لمهرجان، وأعتقد بضيق الزمن لكن المهرجان أتى أكله، في إنه كان في نتائج جيد جداً، وبنقول له شكراً، لأنه ما كان هو بتعامل معانا كسياسي أو كزول وزير، إنما بتعامل معانا كهو واحد من الناس المبدعين، حتى كان بيجي بيحضر البروفات. وواحدة من الطرائف يعني ونحن بنعمل في تشيكاستاون، بيقول لي يا اخي كمان جدي ما له صوت ما واضح. فلك التحيه دكتور جرهم، خليني اقول اخ جرهم لانه واحد من ناس القبيله، قبيله الفنانين. فدي واحده من الاشراقات اللي بنتمنى انه كل وزاره يتولاها متخصص في المجال، على اساس انه يقدر يخدم الحاجه دي بالشكل الطيب وبالشكل اللي بيحقق نجاحات. فانا بعتقد المهرجان برغم القصر والاعلام بتاعه ما كان يعني من هنا يعني بالمستوى المطلوب، لكن حقق نجاحات، في كفايه انه انتج لنا مبدعين، نجدي نديم وسيقا اسمه هو الطيب سيقا، وموسى مهدي، وشذا عبد الله اصلا فنانه معروفه، عبد الرحمن حموده، عبد الرحمن نصر الدين، وبتنا مودة مصطفى، عدد من المبدعين. انا افتكر انه الاطلاله بتاعتهم دي عندها الاثر بتاعها وعندها البعد بتاعها، لانه الواحد بيحس انه بدا يخطف الخطوات السليمه. فلونا التحيه جميعا. نزال ننطلق من النقطه الاخيره ودور الاعلام في تغطية هذا المهرجان، ما المتوقع من أجهزة الإعلام عموما في نتائج هذه المهرجانات من أغنيات وتبنيها، وكيف ممكن يساهم الإعلام وأجهزة الإعلام عموما في يعني نشر هذه الأغنيات والتعريف بالمبدعين والأغنيات الفائزة؟ طيب أنا بقول لي يا أستاذ محمد، إنه دائما المشكلة بتكمن في حل المشكلة، بيكمن في إنك أنت تعرف المشكلة أصلا شنو يعني. ده بيقولنا لكلام أستاذ محمد، بأنه ما لم يكون يعني الزول المسؤول هو في الحتة الصح، يعني إحنا ما حنمشي خطوة لقدام. يعني ليلة ما ممكن يكون مثلا مدير التلفزيون خريج كلية علوم أشعة مثلا، في حين إنه هي ما عندها علاقة بالمجال، وحصل في الحكومات الفاتت يعني كانت الحاجة دي موجودة يعني. فأنا دار أصل للمؤسسية بأنه ثقافة، في ناس مهتمين بالحاجة دي على دراية بكل تخصصية بعلمية، كلية الموسيقى والدراما رافد رئيسي لكل المبدعين في السودان. من خلال الكلية أنت تقدر تأسس لمنهج حتى لبعد التخرج. لما بعد التخرج لازم يكون المبدع عنده جو المناسب اللي يقدر يتكاثر فيه وينتج ما يهم البلد والمجتمع. المعايير بالنسبة لنا محتاجة أنه الناس شوية أستاذ محمد، الأساتذة الكبار يدوا مساحة لجيل الشباب بأنه يقدروا يوصلوا فكرتهم اللي هم دائرينها عبر التسلسل الواضح الصريح من خلاله يقدروا يقولوا كلمتهم وسمعهم. ما دايرين يكون في هي ما 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 بقدر احتكارية للناس الكبار، بقدر ما انه هي محتاج الموضوع يكون كله تشاركي والناس
تستفيد من آراء بعض وخبرات خبرات الأساتذة الكبار في المجال ده. طيب نزار بورسودان أيضا كان هناك شبه انتقاد من الفنانين الشباب على لجان التحكيم التي تقود هذه مثل هذه المهرجانات. قبيل أنت بديت الكلام وقلت لك حجيك بالمحور. طيب الحاجة دي جات من 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 ناس قريبين شديد يعني بحكم العلاقة في نفس المجال. فنانين شباب لهم يسمون وزنهم الآن بيتخوف حتى من الوصول للأجهزة الإعلامية باعتبار إنه حتى الأجهزة الإعلامية أو المهرجانات أو عندها ناس معينين كلجان تحكيم أو غيره معروفة لها فترة طويلة إنه ده فلان وده فلان وده فلان. رأيهم السالب دائما ما بيأثر في مسيرتهم. فالزول تاني ما بيكون مضطر إنه يقوم يعيد التجربة تاني باعتبار إنه خلاص ده حيلقاه تاني في المرة التانية فيقوم يقفل الباب مرة واحدة. دي دعوة صريحة عبر برنامج زلال الأصيل إنه يا أخواننا الآن دار الخرطوم جنوب عنده آفاق مريحة جدا ومفتوحة لكل الشباب. كل الشباب من الفصول بتاعت الدراسة سولفيج الصوت الموسيقى كله إن شاء الله إدارة مكتملة بعد 12 سنة من صراحة من اللجان التسييرية والكلام. الناس بدأت تأسس لعمل إداري يرتقي بـ 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 بالفنون نفسها ويقدر يصنع النجوم يعني. جميل نورتنا جدا فنان نزار بورسودان ورئيس منظمة بسمات لرعاية أطفال السرطان. شكرا جزيلا ومنياتي لك بالتوفيق في المشوارين المشوار الفني الذي توقف طويلا وفي مشوارك الإنساني الذي بدأته في منظمة بسمات. كتر خيرك. شكرا جزيلا نزار وشكرا لسراج مصطفى خلانا نكون إن شاء الله في الفترة الجاية دي قريبين شديد جدا من الأجهزة الإعلامية نقدر نوصل من خلال ما يكون في 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 مهجتنا يعني. شكرا أيضا الموسيقار محمد حامد جوار. شكرا جزيلا كتر خيرك نورتنا. أنا داير لي بس نص دقيقة. طيب تفضل. أولا يعني بيكبا أكيد بيقولوا ما عنده كبير اللي يشتري لي كبير واحترامنا وتقديرنا لمن سبقونا في المجال وهم ناس عندهم خبرات وأكيد يعني عندهم الإضافات بتاعتهم لكن بيبقى الوضع الطبيعي إنه الجيل يستفيد من جيل عشان تستمر زي ما قلنا التسلسل الفني والغنائي والتحكيمي في نفس الوقت. فالكمال لله لكن بتقبل الآراء أي ظل في النهاية درج الأول يعني. جميل مسألة تواصل أجيال مهمة. شكرا جزيلا أستاذ محمد حامد جوار. الله يديك العافية. كتر خيرك نورتنا. الله يسلمك بارك الله. إذن هذه كانت مساحتنا اليوم في ظلال الأصيل والتي سعدنا فيها جدا بالحديث للموسيقار محمد حامد جوار والفنان الشاب نزار بورسودان والحديث عن المبدع ودوره تجاه المجتمع. لكم الشكر أنتم أيضا للمتابعة لظلال الأصيل هذه الحلقة الأولى في العام 2023. نتمنىها أن تكون فتحا جديدا في عوالم المحبة والإنسانية التي تجمع بيننا وبينكم. ختاما المحبوب حباب نزار بورسودان حتى جديد الملتقى غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. مع السلامة. المحبوب حباب في زهرة شباب حباب حباب كل ما أشوف شباب دمعي يفيض عباب حباب كل ما أشوف شباب دمعي يفيض عباب حباب مجاهي الغرابي قابل عني باب حباب المحبوب حباب المحبوب حباب المحبوب حباب في زهرة شباب حباب حباب We'll be right back.
محبوب حبابه في زهرة شباب حباب حباب حبوب حبابي